ده لبنان بلد الناس القطايب بعشق لبنان وقلبي بغرام ودايب سما بيضلوا من احلى البلدان رغم كل المشاكل اللي عم تصير فيه. اهلا وسهلا فيكم لتشوفوا وتتعرفوا، هيدا لبنان وهيدا جمال لبنان. نبدا معكم فيديونا من منطقه برمانه من منتجع البينفيل، منتجع صغير نسبيا مطل على كتف وادي، الوادي تحته غابه صغيره، غابه حلوه بمنطقه رائعه جدا، كثير مناسب للي جايين اجازه على لبنان، خاصة اللي جايين وعندهم عطش للطبيعة، سواء اللي جايين من الخليج أو من أي دول تانية. حطيت لكم رقم التواصل مع إدارة البينفيل، هذا هو الرقم مبين، ممكن تكبروا الصورة شوي. ولازم حجز المنتجع قبل وقت، يعني اللي نازل إجازة بالصيف لو بيحجز قبل بشهر بيكون أحسن، لأنه برضو في ضغط والشاليهات نسبيا عددها محدود بالمكان، ولكنه مكان يعني ننصح فيه لأنه كتير رواق. مثل ما شايفين هذا التصوير هلأ بأول نهار بعد الفجر، وطبيعة وصفاء ذهني ونفسي وتجديد كامل لنشاط وحيوية وطبيعة رائعة. تابعوا شوي الفيديو ونرجع نعطيكم تعليقاتنا بعدين. مثل ما قلت لكم بفيديو سابق انه شخصيا انا بالاجازات عندي الهايكينج هو اساس طبعا، خاصه لما نكون بقلب الطبيعه، فبهالمكان هذا طبعا مكان بيدعوك انك تنزل تعمل هايك طبيعي باول نهار بعد الفجر. منذكر يعني السياح سواء اللي ما بيعرفوا طبيعه لبنان بالضبط، لبنان صح بارد بالصيف الجبال، ولكن بالنهار حر شوي شوب، فاللي بده ينزل يمشي مفروض يمشي اما بعد الفجر اول نهار او من بعد العصر. بعد العصر بتكسر الشمس شوي وبيصير الجو معتدل، اما بعز الظهر وبعز النهار طبعا الشمس قويه وحار. اللي بيميز الجبال انه ما فيها رطوبه لانها عاليه عن سطح البحر، فالمناخ ناشف رغم انه حار بس ناشف بدون رطوبه بدون عرق يعني سوري. فهذا الجو الجبل الحلو، اللي بيحب الهايك لازم ينزل باول نهار يبدا مثل ما بدينا يومنا هون. ومن ساحة برمانة ونرجع لنزلة البينفيل، نزولا من بعد البينفيل اكتشفنا هالمنتجع الخاص مع الانفينيتي بول اللي شايفينه قدامكم وفيو على الجبل بياخد العقل، جميل جدا. المكان يعتبر خاص بس بتعرفنا على صاحب المكان انسان حبوب وخلوق، بيّلنا انه عنده امكانية تأجير المكان تأجير يومي، يعني بينفع انه يتأجر يوم كامل. ليش؟ لانه مبدئيا ما كثير مجهز للمبيت، يعني هو مثل ما شايفين مكان مفتوح بالنهار مع مسبح مع مكان للشوي خاص مجهز بطاوله لو كان مجموعه كبيره عائله او مجموعه اصحاب. هون شايفين مكان الشوي، الهايك شوفوا في هون درج يعني بتطلع على قلب الاحراج لانه تبارك الرحمن ما شاء الله الارض كلها له، يعني صاحب المكان هون المحيط فيها كلها لملكه. هي المكان بس اللي مجهز للمبيت، هي غرفة صغيرة ومبنية طبعا غرفة قديمة من التراث في عراقة البيت اللبناني القديم، بس غرفة فقط.
لذلك ما كتير مجهزة للمبيت الليلي. من برمانة انتقلنا لطرابلس، لساحة النور بطرابلس، مدخل طرابلس، طرابلس الفيحاء، طرابلس مدينة التعايش السلمي والآمن، وقلعة المسلمين بنفس الوقت تعتبر طرابلس. فيها الطقوس اللي شايفينها قدامنا هي عادات جميلة جدا بطرابلس. العادة هذه صار لها 40 سنة، هي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، انه التكبير بالعشر الاوائل من ايام ذي الحجه اللي بتصادف نفس الايام هذه تماما. بنبه انه الفيديو مصور السنه الماضيه مش هذا الصيف، يعني الصيف 2022، ومثل ما شايفين المسيره يعني شغاله بشوارع طرابلس من بعد صلاه الجمعه. طبعا من 40 سنه العاده هذه ماشي بطرابلس، كنا بالقبل كان ايام زمان نطلع نكبر بالليل. حاليا صار تنظيمها بعد صلاة الظهر، ولكنها بتضل شعيرة جميلة جدا تبقى فيها مدينة طرابلس الحبيبة. بما أننا بطرابلس فما فينا إلا نمر عند قصر الحلوة عبد الرحمن الحلاوي وناكل أطيب حلويات. أما لو كنا ببيروت فما بننسى السي سويت بحلوياته الغربية والعربية، وهي لذة الأكل بلبنان شماله أو بالعاصمة. ومن طرابلس عاصمة الشمال بنطلع طلوع للجبال لعروس المصايف. عروس المصايف بشمال لبنان هي إهدن. إهدن مصيف فوق منطقة صغرتا، تعتبر من أجمل مصايف لبنان كذلك، بجو رائع، مناخ بارد أغلب الوقت. مثل ما قلنا، مثل ما ذكرنا، أنه بالنهار ممكن يكون الشمس حارة شوي، بس من بعد العصر أكيد الجو بيختلف تماما، وبالليل بيصير برد برد حتى بعز الصيف. إهدن عروس المصايف تستضيف كم من الفعاليات بالصيف، من مهرجانات ومن فعاليات تانية. وطبعا ما بننسى دايما اللقمة الطيبة المازة اللبنانية بأشهى وأشهر وأطيب مطعم بإهدن، اللي هو الفردوس. فكل هالمناظر اللي شايفينها والأكل اللذيذ والمناخ المعتدل والرائع صيفا وشتاء بيدلك انه هيدا لبنان وهيدا جمال لبنان. وبعد ما بشمال لبنان انتقلنا من اهدين لمنطقة ثانية، منطقة عين غبش. عين غبش بهالمكان اللي شايفينه مكان ممكن نصنفه خيالي بالطبيعة، وبالمقهى هون والاستراحة او المطعم عند ام شربل، منطقة معروفة عين غبش وام شربل، مكان ام شربل معروف جدا بالمنطقة. شوفوا لبنان، شوفوا جمال لبنان وهيدا لبنان. Thank you.
واخر منطقه غطيناها بالفيديو الاول من صيف لبنان 2022 هو من منطقه بحمدون. بحمدون منطقه غنيه عن التعريف، بيعرفوها كل معظم سياح لبنان ومحبي لبنان واللي بيصيفوا لبنان من زمان من دول الخليج ومن كل الدول الثانيه. بحمدون منطقه جبليه بجبل لبنان غنية عن التعريف، برجع بقول ما رح نشرح عنها لأنه لازم السائح ينزل ويزور بحمدون ويزور كل مناطق لبنان سواء الجبلية أو الساحلية ويستمتع بلبنان وجمال لبنان. نشوفكم بفيديوهاتنا الثانية ونتمنى لكم سفر سعيد وأهلا وسهلا فيكم في لبنان.